اسم الله الأعظم كل من دعا به الله عز وجل يقضي حاجته مهما كانت صعبة ومهما كانت شاقة، فإن الله تعالى يجعل بفضل هذا الذكر الذي هو اسم الله الأعظم كل شيء كان مستحيلا يصبح ممكن الوجود. فما هو اسم الله الأعظم؟ العلماء والفقهاء وأصحاب الأسرار القرآنية الذين يبحثون في السر الإلهي بحثوا كثيرا عن اسم الله الأعظم الذي يعتبر سر الوجود، وهو موجود في كتاب الله وفي عدد كبير من الأحاديث النبوية. هو أمر خفي لابد من الاستنباط، لابد من التفكر، لابد من التدبر. قبل أن نتحدث عن اسم الله الأعظم، دعونا نذكر أولا قصة وردت في كتاب الله تعالى عن سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، سخر له الإنس والجن والحيوان، وسخر له الرياح غدوها شهر ورواحها شهر، وعلمه منطق الطير، أعطاه الله ملكا عظيما. يوما ما أراد سيدنا سليمان أن يحصل على عرش بلقيس، وهي ملكة سبأ. كانت هناك مملكة تسمى ملكة سبأ، فيها امرأة قوية ولها دولة عظيمة وعندها عرش كبير. ولما جاءه الهدهد الذي هو من جنود سليمان وكان يسترق الأخبار ويأتيه بالأنباء، أخبره بأن هذه المرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، غضب سليمان وقال: من يأتيني بعرش بلقيس؟ عقد سيدنا سليمان جمعا كبيرا من جنوده، وكان فيهم الإنس وكان فيهم الجن وكان فيهم الوحوش وكان فيهم مخلوقات لا يعلمها إلا الله. قال: من منكم يأتيني بعرش بلقيس؟ فانتصب عفريت من الجن، كان قويا وعنده قدرات مذهلة. قال لسيدنا سليمان: أنا أتيك بهذا العرش قبل ما تقوم للمقام ديالك. سيدنا سليمان كان دير مجلس للاستشارة مع هؤلاء الجنود، قال لي: أنا أتيك به قبل ما تقوم للمقام ديالك، يعني قبل أن ينفض المجلس. لكن سيدنا سليمان قال: أريد أعجل من ذلك، أعجل من ذلك. صوروا معايا دولة عظيمة غتاخد العرش ديالها، مع العلم أن الدول العظمى خصك تدخل معهم في حروب وفي مفاوضات وسنوات عجاف، يالله يالله توصلت شي نتيجة. سيدنا سليمان بغى مباشرة يحصل على العرش ديال ملكة سبأ. هاد العفريت من الجن اللي عنده قدرة مذهلة قدم خدمة، قال لي: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. لكن سيدنا سليمان ما عجبوش الحال، قال لي: أنا أريد أعجل من ذلك، بغيت أكثر. ناض واحد الرجل من الصالحين ومن العلماء، قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل ما ترمش عينيك. هذا الرجل قيل بأنه كان من صالح الإنس وكان من علماء الإنس، ولكن السر دياله أنه كان يعلم اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم لما تقوله إزاء أي قضية مهما كانت قوية ومهما كانت الأبواب مغلقة، تقوله بيقين، تقوله بحسن الظن بالله، تقوله بنية حسنة، يتفاعل معك إيجابا ويقضي لك الله تعالى كل ما تحتاج إليه. مباشرة هذا الرجل غير قال هذه الكلمة
ويحضر العرش بين يدي سليمان، العرش ديال المملكة بلقيس. هز الله تعالى مباشرة من ذلك المكان وحمله حملا حتى وضعه بين يدي سيدنا سليمان. هذه القصة يحكيها ربنا عز وجل في سورة النمل، وهو يتحدث عن عالم النمل ولغة النمل ونظام النمل، هذا المخلوقات الدقيقة جدا، كما تكلم عن الفيل وعن العنكبوت وعن البقرة، عن عالم الأحياء. يقول رب العزة جل جلاله يحكي عن سليمان لما جاءه الهدهد بالخبر، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قصة طويلة وعريضة فيها أنباء الأمم الماضية والحضارات الماضية والثقافات الماضية، ولكن ما يهمنا في هذا الشطر من هذه القصة هو أن نبحث ما هي هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل من الصالحين، واستطاع في رمشة عين أن يحصل على عرش دولة عظيمة من الدول القوة ذات القوة العسكرية المذهلة، استطاع أن يأتي به في أقل من رمشة عين. العلماء قالوا هذا رجل عالم من الصالحين، وقيل أنه ولي من الأولياء، لكن السر عنده أنه عنده علم من الكتاب، أي اسم الله الأعظم، عنده اسم الله الأعظم. هذا اسم الله الأعظم أيها الأحبة الكرام بحث عنه العلماء، وبحث عنه الفقهاء، وبحث عنه الذين يهتمون بالأسرار ديال الكون وديال الوجود وديال القرآن، والناس كلهم ما زالوا يتساءلون ما هو هذا الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كان النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى عنده هذا الاسم الأعظم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الناس تكلموا في هذا الاسم كثيرا ولا زالوا يتكلمون فيه إلى ما شاء الله، ولكن دعونا نقول ما توصل إليه الفقهاء والعلماء والباحثين في أسرار القرآن الكريم. فهناك حديث نبوي شريف يعطينا المفتاح الأولي، المفتاح التمهيدي للبحث عن اسم الله الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3، في البقرة وآل عمران وطه. هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حصر البحث في اسم الله الأعظم في هذه السور 3، البقرة، سورة آل عمران، سورة طه. هذا حديث صحيح. ولما بحث العلماء وجدوا بأن في هذه السور 3 يتكرر واحد العبارة، تتكرر دوما وأبدا ومتشابهة بين السور 3. ما هي العبارة؟ وهي قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكرها في سورة البقرة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاءت في سورة آل عمران الآية الثانية من السورة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاءت أيضا في سورة طه في الآية 111، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي القيوم
وقد خاب من حمل ظلما. هنا العلماء قالوا هذا اسم الله الأعظم اللي كنبحثوا عليه كاملين تلقوه مركز في هذه المقاطع متشابه، بمعنى هو الحي القيوم، اسم الله الجلال الله لا إله إلا هو، مقرون بصفة الحي القيوم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا ورجل كان يصلي بجانبه في المسجد وبدأ يدعو الله تعالى فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. كلام ذكره هذا الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لقد دعا الله تعالى باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الاسم أيها الأحبة الكرام ألهمه الله تعالى لهذا الأعرابي، والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أكده. هذه أحاديث صحيحة عند الإمام الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرها من العلماء الأجلاء. فتذكروا جيدا، نحن نتكلم اليوم عن اسم الله الأعظم، نريد أن نخفف من المشاكل اليومية التي يعاني منها الكثير من الناس، نريد أن نخفف من حدة الفقر الذي يصيب الكثير من الناس، نريد أن نخفف من حدة آلام المرض والسقم الذي يعاني منه الكثير من الناس، نريد أن نخفف من حالة الاكتئاب والاضطراب النفسي التي يعاني منها كثير من الناس. الكثير منا في ضنك، ونحن ربنا عز وجل أعطانا مفتاح لتحقيق الأغراض. لن تطلب بعد اليوم أي مخلوق على وجه الأرض، سوف تطلب فقط الحي القيوم وسوف يعطيك ما تشاء. هذا الاسم أيها الأحبة الكرام لطالما ردده النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى سمع النبي الأكرم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رجل أعرابي دخل إلى قلبه الإيمان وبدأ بنفسه يقول هذا الكلام دون أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ القرآن فاستلهم الأسلوب القرآني وقال هذا الدعاء: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجل، لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما معنى صمد؟ الأحد الصمد يعني الحي القيوم بشؤون عباده وهو الغني عنهم. فيلاحظ بتكرار نفس العبارة الحي القيوم، هنا جاءت بلفظ الصمد، والصمد يعني أيضا الحي القيوم. مرة إحدى النساء الصالحات قالت: يا رسول الله، دلني على الاسم الأعظم. فقال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي فاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا أيضا حديث صحيح، فيه بداخله يوجد سر الاسم الله الأعظم. قال لها: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن الرحيم؟ أي من وسعت رحمته كل شيء، وتتمثل هذه الرحمة في أنه حي قيوم. الرحمن الرحيم معناه رحمته وسعت كل شيء، وهذه الرحمة تتمثل في كونه حي قيوم. الحي هو الذي لا يموت، وكل من في الوجود يموت إلا الحي، وهو الذي خلق الموت والحياة. الحي القيوم يعني قائم بشؤون خلقه، برهم وفاجرهم، إنسهم وجنهم،
مع كل الناس. الله تعالى يقوم بشؤون الناس، حتى الكفار، حتى المنافقين، حتى اللادينيين، حتى الملحدين، الجميع الله تعالى يعطيهم. القيوم بشؤون خلقه كلهم، حتى الإنس والجن. والأحد الصمد يعني أن الله تعالى يحتاج إليه الكل وهو لا يحتاج إلى أحد، هذا معنى الصمد. أيها الأحبة الكرام، من خلال ما تقدم من هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، نستنتج بأن اسم الله الأعظم اللي هو اسم خفي واللي هو سر الوجود واللي دعا به يقدر الله الغرض دياله ويحقق له الرجاء، اللي بغى الغنى يعطيه الله الغنى، اللي بغى القوة يعطيه الله القوة، اللي بغى العزة يعطيه الله العزة، اللي بغى الحظ السعيد يعطيه الله الحظ السعيد، اللي بغى دفع البلاء يعطيه الله دفع البلاء، اللي بغى أي حاجة. هذا عرش بلقيس ملكة مملكة سبأ، وتم الاتيان به في أقل من رمشة عين بقدرة الله تعالى وبركة هذا الاسم الأعظم. نستنتج أيها الأحبة الكرام أن اسم الله الأعظم هو في هذين الكلمتين العظيمتين، الحي القيوم، الحي القيوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ثلة كبده فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فاطمة الزهراء كانت عزيزة إلى قلبه، وعارف بأن الأيام المقبلة مخبية لها مفاجآت وغتلقى معاناة، فكان يقول لها: يا فاطمة، إذا أصبحت وإذا أمسيت ما يمنعك أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيها الأحبة الكرام، رجاء احفظوا هذا الذكر، اكتبوه على ورقة، رددوه بألسنتكم، قولوه بقلوبكم، والله الذي لا إله إلا هو لن تهزموا ولن تحتاجوا إلى مساعدة من أي مخلوق، لأن الله تعالى سوف يهيئ لكم من أمركم رشدا، كل ما تتمنونه يتحقق. من أراد المال أيها الفقراء، يا من يبحثون عن المال، من اليوم فصاعدا سوف يأتي إليك نصيبك من الرزق الوفير. يا من يبحث عن الصحة والعافية، من الآن فصاعدا سوف يأتيك الله تعالى بكل ما تحتاج إليه من قوة ومدد. يا من يريد الحظ السعيد، من الآن فصاعدا أيامك المقبلة كلها أفراح وكلها سعادة وكلها خير. يا من يريد دفع البلاء، من الآن فصاعدا يحفظك الله تعالى بالسبع المتان والقرآن العظيم. المطلوب منك ردد بلسانك وقلبك هذا الذكر الذي كان النبي الأكرم يردده ويعلمه لفلدة كبده فاطمة رضي الله عنها. كانت تقول لها: قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نردد ثلاث مرات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا سر من أسرار الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر، إذا أصابته مشاكل، وكان قائد دولة، كان عنده دفاع للهجوم الخارجي، وكان عنده تدبير للشأن الداخلي، وكان عنده هم لكي يأكل الجميع، جميع المسلمين يأكلون ويشربون ويتنعمون، فإذا ضاق به الأمر كان يرفع رأسه إلى السماء ويقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا ما قاله أبو هريرة، كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ربنا عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الأحبة الكرام، أسماء الله الحسنى سلاح ممكن يتسلح بها المؤمن فيدافع بها عن نفسه أمام جميع هموم الحياة وصعوبة الحياة. إذا كان عندك الأعداء من الإنس من الجن، إذا كان عندك الصعوبات في الحياة، إذا كان عندك الرغبات في هذه الدنيا، بأسماء الله الحسنى يأتي إليك الخير، وخصوصا اسم الله الأعظم الذي هو الحي القيوم. الحي يعني لا يموت، لأنه هو الذي خلق الموت والحياة، والقيوم لأنه يقوم بشؤون الكون والمخلوقات جميعهم بلا انقطاع، يقوم بتدبير شؤونهم وتحقيق متطلبات حياة كل الخلائق من الرزق والأمن والعطاء والولادة وكل شيء. هذا هو اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم. بعض العلماء قالوا بأن اسم الله الأعظم قد يكون في اسم آخر من أسماء الحسنى، وهو يا مالك الملك، يا مالك الملك، لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم مالك الملك. لما سأله أحد الصحابة قال: يا رسول الله، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال في هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فقال هذا هو اسم الله الأعظم، مالك الملك، مالك الملك هو اسم الله الأعظم. بعض العلماء والفقهاء والباحثين عن أسرار القرآن قالوا بأن اسم الله الأعظم الخفي موجود في دعوة سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس لما كان في باطن الحوت وكان في الظلمات الثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، دعا به، قال صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أوله تهليل، وأوسطه تسبيح، وآخره اعتراف بالذنب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال رجل: يا رسول الله، هل هذه الدعوة كانت ليونس خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع قول الله تعالى: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ يعني أن هذه الدعوة ليست خاصة بسيدنا يونس، وإنما هي عامة لكل المؤمنين: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بعض العلماء الآخرين قالوا بأن اسم الله الأعظم هو قولهم: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. قالوا هذا هو اسم الله الأعظم، وجاءوا بأحاديث منها أن صحابيا جليلا من أصحاب النبي الأكرم من الأنصار كان يكنى أبا مغلق. هذا الرجل كان صالحا، كان تاجرا يتاجر بمال الناس، وكان يجمع الأموال الكثيرة ويضرب بها الآفاق، كان ناسكا وكان ورعا. ويوما ما جمع أموال التجار وذهب لكي يتاجر بها، وهو في الطريق بالليل خرج عليه لص بالسلاح يريد ماله ودمه، فقال له: أنا أريد أن أقتلك. قال لي: خذ مالي ولا حاجز لك بي. قال لي: أما مالك فسوف نأخذه، ولكن نريد أيضا أن نقتلك وننهي ونخرس هذا الصوت إلى الأبد. فهذا الصحابي أبا مغلق شعر بأن أموال الناس كثيرة سوف تضيع، وقد يقولون عنه بأنه سرقها وانتشر في الأرض، استقر بمكان آخر. فقال لهذا السارق، هذا القطع الطريق المدجج بالسلاح وكان قويا طويل القامة،
عريض المنكبين ويبدو أنه شديد الطباع. قال له: ألا أذنت لي أن أصلي ركعتين لله تعالى، ثم بعد ذلك إن شئت أخذت مالي، وإن شئت قتلتني أو فعل ما يبدو لك، فقط أستأذنك أصلي ركعتين لله تعالى. فقال: هيا أسرع. فقام أبا مغلق هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وصلى ركعتين، وفي دعائه الأخير سجد سجدة وقال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. وبدأ يقول: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، دعا بها 3 مرات. فإذا بفارس قد أقبل بيده حربة، فإذا به يطعن ذلك اللص فيقتله. ثم أقبل إلى هذا الصحابي وقاله: قم يا رجل. فقال الصحابي: من أنت؟ فقد أغاثني الله تعالى بك اليوم. فقال: أنا ملك من السماء الرابعة، دعوت الله بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجيجا، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل دعاء مكروب، فسألت الله عز وجل أن يوليني قتله، فدفع الله عنه ونجاه. فهذا قال العلماء بأن اسم الله الأعظم في هذه الكلمة: يا مغيث أغثني. وقد كان الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه كان يوصي الناس الذين عندهم كروب وهموم، كان يقول: توضؤوا وصلوا 4 ركعات وادعوا بهذا الدعاء يستجيب الله لكل مكروب أو كان غير مكروب، وهو: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر كذا وكذا وكذا، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فقال بعض العلماء بأن اسم الله الأعظم هو هذا: يا مغيث أغثني. البعض الآخر قالوا: بل اسم الله الأعظم هو ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. فقالوا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وجد قوما عندهم مشاكل، عندهم أمراض، وعندهم أسقام، وعندهم ضغوطات، فقال النبي الأكرم: ألضوا بياد الجلال والإكرام، ألضوا بدا ياد الجلال والإكرام، ياد الجلال والإكرام، ياد الجلال والإكرام. البعض الآخر قالوا بأن اسم الله الأعظم هو هو، يعني عند بعض أهل الله. لماذا هو؟ لقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا قول عند بعض أهل الإيمان. البعض الآخر قالوا بأن اسم الله الأعظم مخفي في أسماء الله الحسنى كلها، وذلك حتى لا يضطر الناس للاهتمام به. اسم الله الأعظم مخفي في كل هذه الألقاب وكل هذه الأسماء، فقد يكون في يا ذا الجلال والإكرام، وقد يكون يا مغيث أغثني، وقد يكون يا حي يا قيوم، وقد يكون غير هذه ذلك من أسماء الله الحسنى. والنبي الأكرم كان يدعو به فيقول: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن إلا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني
وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نجتهد في أسماء الله الحسنى تخفف عنا ما نزل، وربنا عز وجل جعل ذلك خفيا حتى لا ينشغل الناس بهذا الاسم. فالمطلوب أن الإنسان ينشغل بتلاوة القرآن وبالصلاة في وقتها وبالذكر والبر والصدقات والتهجد، ثم بعد ذلك يجتهد في هذه الأسماء. فتذكروا جيدا اسم الله الأعظم، قيل يا حي يا قيوم، وقيل يا ذا الجلال والإكرام، وقيل يا مغيث أغثني، وقيل يا مالك الملك، وقيل غير ذلك. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نملأ قلوبنا وألسنتنا بهذا الذكر، ثم بعد ذلك نخرج إلى الحياة، سوف يهيئ الله لنا من أمرنا رشدا. كل صعب يصبح يسيرا بأمر الله، وكل شدة يفرجها الله تعالى، وكل مرض يخففه الله سبحانه وتعالى، وبعد عسر يسرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.